ولكن بالنهاية هاي الهدنة كانت ضرورية أولا لتريح الأجواء لحتى الناس تقدر تتنفس. فينا نفرج للعالم مدى الحقد يلي موجود، الحقد غير مقبول. يعني أنا بفهم بعد كيف ممكن لبناني يضرب ويعمل بلده هيك اللي عم يعمل هون عم تشوفيه اليوم هون، هذا شيء مش معقول. يعني يمكن كل الحرب اللي حصلت، كل حرب التحرير ما حصل الحقد، هذا ما صب حقد لقد ما صار اليوم حقد من أعدائنا. الناس متخوفة، ما حق تخوف الناس. مثل ما رفضنا أن القوى الخارجية تهجرنا، أكيد ما رح نقبل أنه أي قوى داخلية متآمرة مع الخارج تهجر لبناني من لبنان. يا أما الوطن هذا بيصير وطن للميليشيات وجمهورية ميليشيات وجمهورية السرقات وجمهورية الخوات. نحن هذا الشيء بنرفضه لآخر لحظة، رح نضلنا مع المواطنين حتى تكون الجمهورية جمهورية المواطن، إذا جمهورية الشرقية اللبنانية.